قصفت الطائرات الحربية التركية منطقة جبل بارادوست شمالي محافظة أربيل، وذكرت مصادر أمنية أن المقاتلات التركية شنت اعتداءات جديدة صباح اليوم على قرى بيركم وسنين، مما تسبب بهلع بين السكان وإضرام النيران في المناطق الجبلية. والحديث عن الاعتداءات التركية الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل العراقية الإخبارية بسام عبد الأحد. أهلا بك بسام، يعني ضعنا في مشهد القصف التركي الجديد. اليوم تجدد القصف التركي على مناطق الواقعة شمال محافظة أربيل، وبالتأكيد هذه المناطق هي لا تقصف لأول مرة، فقد تعدد القصف على هذه المناطق من قبل المقاتلات التركية الحربية، وأيضا ضمن المدى المدفعية التركية بحجة ضرب كوادر حزب العمال الكردستاني. المناطق تركز في منطقة جبل بارادوست التابع لناحية سيديكان، وبالتحديد في قريتي بيركم وسنين. هذا القصف الحمد لله لم يؤدي إلى أضرار بشرية، لكن بالتأكيد تسبب بخسائر مادية وإثارة الهلع بين المواطنين. نعم.